قلت لي التصوير امتى؟ بقول لك ايه؟ بصي دي كده. هو بس مشكلته الالوان فرايحي، احنا بنعمل حمله لا للتحرش. يعني قولي له اهدى شويه. حد من الانتاج يشوف لي جريشه. تحت امرك يا صانع السعاده. بنت جت؟ جت طبعا. تعالي يا رغده. الرحمن الرحيم. اهدي اهدي سامحني. لو سمحت معلش انا اسفه، اصل السلك لمس في الكعبه فتقريبا الكهرباء. لا لا ولا يهمك، ده من حظ الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه ياض على موضوع نبويه ده. ايوه صح، هو قال لي نبويه. ايه احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده، انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي الكريتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا. جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا باشا. حرك. رغده لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ ارجوك لو سمحت. انا كنت عايز اسالك بس، انت مثلتي قبل كده ولا دي اول مره؟ لا اول مره امثل. حد قال لك قبل كده انك شبه منى شلبي؟ لا بيقولوا لي اني شبه مدحت شلبي. احنا جايين نهزر بقى ولا ايه؟ امال جايين نعمل ايه؟ نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضه ايه؟ انا بلعب رياضه الزينه. تسمع عنها؟ اللي اسمع عنها اكيد هي اللي مخليه جسمك عامل زي الخرزانه. الخرزانه دي هتنزل على ادبك يا سافل. انا عايز اصور. سفاله وقله ادب. شوفوا بقى يا جماعه هنبدا. اتفضلوا. بص يا رغده، انت واقفه وسط الزحمه ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوه اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم. بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في يا حبيبتي انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتماه، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي؟ اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات. هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات. اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا ومنتهى الانكسار وهتعيطي وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نوقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت. بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ انا عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شط واحد تحرش أول مرة. أكشن. أوه! ستوب! ستوب! مين قال ستوب؟ ستوب! إيه؟ الحيوان اللي قال ستوب مين؟ الحقني يا أستاذ أدهم. الأستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه في أوضة النوم مش في أوتوبيس. أدهم. أيوه. مجنة أزر. أنا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده؟ هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر
بس حلو حلو قوي حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس اوعى. يلا يا ريس عايز اصور يا جماعه. يلا بقول لك ايه بقول لك يا جريشة، انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شفت واحد تحرش تاني مره. اكشن. اسعاف بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هما فين الرجال دي يا اخويا؟ انت عايز قلمك بوجهك؟ انت اللي عايز قلمك مش قلمك. يا ولاد انتوا عايز تعملوا ايه كل ايه؟ يا حبيبي امسكني يا ضرار. يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب لبسني واحدة ست وكمان جايب لي حمد الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر لكن الحملة تلال التحرش. المرة الجاية هتجيبني في حملة ايه؟ تنظيم الاسرة. هتجي يا نهار اسود. وشك ابتدى يشقق وما اعمل اي حاجة بدل ما نتكشف بسرعة. اتفضلوا اتفضلوا. برافو يا رغدة برافو، رياكشنك التلقائي ده غير كونسبت الحملة خالص بجد. انت عارفة يا رغدة أول مرة حد إيه ده؟ رغدة أنت معايا يا ماما ولا إيه؟ لا لا ولا يهمك. أول مرة حد ما ينفذش تعليماتي ومع ذلك أنا مبسوط جدا بجد. عشان كده أنا بفكر أغير الشعار بتاع الحملة. لو حد اتحرش بيكي خد حقك بإيديكي. نوصل للمهم بقى عشان خاطري. جريشة مين هيوصل رغدة؟ أنا يا صاحب السعادة هوصلها بعد ما قبض الكرو. هتستنى ليه؟ هي كرو قرف اللي انت بتقوله. أنا هوصلها. براحتك يا ريس. لا هو في الحقيقة أنا ما ينفعش أروح مع حضرتك خالص لأن أنا أصل أنا ساكنة في أرض اللواء وبعدين دي منطقة كلها رتب وفي لجان ممكن أتثبت هناك. طب خلاص يا جماعة مفيش مشكلة أنا هوصلك في طريقي يا رغدة. يا جماعة ما تضغطوش عليها أهلها مطار. لا أنا موافقة أروح مع عند رانيا حتى نسهل بعض طول السكة. أنا مش فاهمة يا رانيا إزاي أنتي بتتعاملي مع البني آدم اللي اسمه أدهم ده. ده بني آدم فظيع، تحسي كده إن كتلة غريزة ماشية على الأرض. هو فعلا فظيع بس على نفسه. أنا من أول يوم اشتغلت معاه فيه وأنا موقفة عند حدوده. على فكرة أنا كذبت عليك يا رانيا، أنا مش ساكنة في أرض اللواء ولا حاجة. ما أنا خدت بالي طبعا عشان كده اتدخلت وقلت إن أنا اللي هوصلك عشان أرحمك من تحت إيده. بقولك إيه يا رغدة، احنا نوقف 10 دقايق بس قدام النادي، بنتي تخرج ناخدها ونمشي على طول. ايه ده بنتك؟ انت مخلفه ومتجوزه كمان؟ لا انا مخلفه بس مش متجوزه. اوعي تكوني من بتوع الخلفه من غير جواز والسنجل مازر والملياطه دي. على فكره انا اتجوزت وخلفت واتطلقت زي اي بني ادم طبيعي على فكره، وبعدين ما كنتش عايشه في مصر اصلا. ما كنتش عايشه في مصر؟ امال كنت عايشه فين؟ كنت عايشه في ايطاليا، كنت بدرس هناك وتعرفت على طليق. اه طب يا ترى بقى اللي كان جوزك ده ايطالي ولا ميد ان ايجيبت؟ ده كان ايطالي، كان ايطالي. اتجوزنا وخلفنا ملوكة، قعدنا 3 سنين وبعدين اكتشفت ان احنا مختلفين قوي وبصراحة بقى انا بكره كده. اكيد طبعا مش ايطالي، مملوك الكذب بيلففوكي على المروحة وانت واقفة. الموضوع ملوش علاقة بايطالي ولا مصري يا رغدة، الموضوع ليه علاقة بالرجالة، طبع الرجالة هما كلهم كده. عشان كده انا قررت ان انا اقفل باب الحب ده خالص واعيش لبنتي. لا ده كلام كبير قوي، ده انت محتاجه قاعده. اكيد هنقعد كتير يا رغدة. خدي بقى سجلي رقمك عشان انا هحتاجك في شغل قريب، فاعملي لي اد على فيسبوك. اه يا حبيبتي بالنسبه للفيسبوك انا اصل الموبايل بتاعي فاصل شحن، لما اروح اعمل لك اد اكيد. شور. هاي ملوكا. هاي مامي. مش تقولي هاي لتان؟ هاي تان. هاي رحت. ايه ده، هي بنتك كانت في النادي ولا كانت شغاله في منحل؟ منحل ادم بالماسك بتاع لعبه الشيش. لعبه الشيش؟ معلش يا روح طنط، اصل طنطك اخرها في الشيش، الشيش توج والشيش كباب. اطلعي يا حبيبتي هيدونه مخالفه. اطلعي اطلعي. يا دليله السودا لو سمحتي. اموريني. حضرتك مرات الاستاذ اسماعيل جاري؟ لا مراته ايه، انا اخته يا دنايا. اول مره اعرف ان عنده اخت زي القمر كده. الله يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الباب اتقفل عليا وانا برمي الزباله، اتحبست بره. ايه ده تاني؟ طب بقول لك ايه، ما تبقوا ترموا زبالتكم من الشباك وبلاش قرف. وانتيش عرفك ان انا اتقفل عليا الباب قبل كده وانا برمي الزباله؟ اه سؤال في محله. لا اصل على فكره اخويا اسماعيل ما بيخبيش عني حاجه، ده حتى حكالي بالاماره لما جوزك ابن الكلب الواطي حاول يتطاول عليه
عارفه انا لو كنت موجوده كنت قلعت الجزمه وزرفتها له بقه. سامح كده طول عمره مندفع وعامل لي مشاكل بيغير عليا موت. ممكن اخش عندك بس جوه في الشقه لغايه ما يجي؟ لا بلاش يا حبيبتي جوه في الشقه عشان انا 10 دقايق وشي هيشقق. يعني هو ايه لي شقق؟ لا اقصد ما تاخدي الموبايل تكلميه احسن. اكلمه ليه؟ ده هو زمانه خرج من الشغل زمانه في السكه زمانه على وصول. تعالي بس نخش جوه. اصل انا عايز اقول لك على حاجه، اصل انا قاعده في الشقه لوحدي. طب وايه يعني؟ ما احنا اتنين ستات زي بعض. ايه ده احنا زي بعض؟ ايوه. طب اتفضلي يا حبيبتي بس انت المسؤوله. هاي تعالي احسن حد يشوفنا. اتفضلي اتفضلي يا روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقفلي الباب. لا يا حبيبتي خلي الباب مفتوح لحسن انا جسمي مسهد ما بطيقش الهدوم اللي عليا. لا اقفلي الباب احسن حد يشوفني وانا بقميص النوم. لا 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 يا حبيبتي اصل انا قاليه سمكتين بوري قبل ما انزل فريحه البيت تقليه. الله. ايوه بيتكو حلو قوي بجد. اه والوانه حلوه بجد وفرشه حلو شكلكم عندكم ذوق. الله صحيح احنا ما تعرفناش. انا رغده. وانا يسرى. رغده ويسرى؟ ايوه. ده احنا كده ناقص لنا ناس تدغدي ونعمل فيلم لحم رخيص. سمي خليتي يا مضروبه. اتمنى ما اكونش قلقتكم. الا قوليلي ايوه فين حسين اسماعيل؟ اسماعيل تعيش انت؟ يا لهوي مات. لا اقصد يا حبيبتي ان انا لما باجي هنا زياره بيسيب لي البيت. اصل انا مش عايشه هنا. انت عايشه فين؟ انا عايشه في باكستان. وبتعملي ايه في باكستان؟ فاتحه محل كوفير هناك يا حبيبتي. آه. فلما باجي بقى فجاه هو بيسيب لي البيت علشان ابقى براحتي. يعني ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي حقيقيه؟ دي حاجات يا حبيبتي اصل انا بدرس طب قسم تشريح. وايه المناخير دي؟ مالها كبيره كده ومنفوشه؟ اصل دي مناخير واحد مدمن. لا ما تلعبيش لينف في ايدك. ايه الصبع ده؟ ماله طويل كده ليه؟ ده تخين قوي. تخين وطويل. طب ازاي؟ لا مش معقول. عندك حاجات تانية تفرجيني عليها؟ انا هموتك يا ايه ده؟ مين البقر اللي دخلت علينا دي؟ مين دي يا ولية؟ انت ازاي تدخل بيوت الناس كده يا ابن الكلب يا واطي؟ هتغلطي يا هزاك. ايه ده يا رغدة؟ ده سامح. ده اللي غلط في اسماعيل اخويا؟ اسماعيل اخوها؟ ايوه اسماعيل اخوها. دي رغدة يا اللي واضحني ومجرسني في كل حته اللي بتشك فيا. معلش يا حبيبتي تعبت منك يا اخي. معلش يا حبيبتي معلش. اسف يا اسره. اسف يا مدام رغبه. رغبه انت ما تسمعش كمان يا بغله يا حيوان. رغده اسمي. رغده انا اسف انا اسف جدا بس بحبها. تحبها تقوم تعمل فيها كده يا سافل يا حيوان. مراتك الغلبانه كانت واقفه مالت بين السلم خدتها معايا. ايوه دخلتها بيتي علشان احافظ على شرفك يا خرتيل. هلقك في بقك. خدتيني على اخوانا. انا اسف اندفعت من خبطه الشنطه في ملامحي. انا اسف. يلا بينا نروح بيتنا. انا خلاص مش عايزه اعيش معاك تاني. ما تتكلمي يا مدام رغبه قولي لها حاجه حنيني قلبها عليا. معلش يا يسرا روحي معايا. الست مننا ما لناش غير بيت جوزها. بصيها بصيها هي بتهدى ما تتبس. مش حبيبتي روحي روحي معايا.